مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة. بدي إياكم اليوم كمان تكونوا مركزين منيح، تفتحوا عيونكم ودينيكم حتى تفهموا مظبوط شو رح نتعلم، لأنه أكيد عنا درس مفيد ومهم. بدي إياكم تحضروا كمان الدفتر والقلم حتى تكتبوا الأشياء اللي رح نكتبها سوا على اللوح. ببداية هيدي الحصة شو رأيكم نسمع سوا لأغنية الأرقام، ومن بعدها نرجع منتابع بحصتنا. أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. في مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح، اثنى عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون، رأيت شجر الليمون. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all. All the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. أصدقائي بدي إياكم تنتبهوا كتير منيح. على اللوح رح حط جدول مماثل للجدول يلي استخدمناه من قبل مع أسلوب الجمع، ولكن هالمرة بدي إياكم تركزوا كتير منيح تتشوفوا ما هو المماثل، تنحط علامة تحته. يمكن قلت أنا شي ما فهمتوه منيح، هلأ لما أرسمه على اللوح رح تفهموه أكثر. رح أرسم جدول بهيدا الجدول، بهيدا الخانة كمان رح حط تمساح. أما بالخانات يلي فوق رح حط حيوانات متنوعة، بدي إياكم أنتو تنتبهوا عليها. إذن طلعوا منيح، في عندي عدة حيوانات وفي عندي هون حيوان واحد، فئة يعني نوع من الحيوانات. لازم أنا وياكم نحط علامة أو إشارة مثل هيدي بقلب المربع يلي فيه نفس الحيوان الموجود هون، يعني لازم يكون نفس اللون ونفس الشكل، بنسميه مماثل.
الحيوان المماثل. بدي اياكم تركزوا على الجدول وتطلعوا على هيدا الحيوان وتطلعوا على الحيوانات يلي فوق لنشوف ما هو الحيوان المماثل يلي لازم حط إشارة عنده. خلينا نجرب مع بعض. هل أول خانة فيها حيوان مماثل؟ هذا تمساح، هذه بقرة. إذن ما بحط علامة هون، بترك الخانة فارغة وتابع. في عنا هون تمساح، هون شو في عنا؟ دجاجة. هل هو حيوان مماثل؟ لا، هو مختلف غير شيء. إذن كمان بترك هيدي الخانة فاضية، ما بحط فيها شيء. كمان خلينا نشوف شو عنا هون. عنا أرنب، أرنب وتمساح، فيني حط علامة؟ أكيد لا. وآخر خانة معنا فيها، طلعوا منيح، فيها تمساح. هل هو مماثل لهذا الحيوان؟ نعم هو مماثل. إذن الإشارة فيني حطها هون، مظبوط؟ تبعنا كيف الحيوان يلي هو مماثل لأول حيوان موجود بهيدي الخانة. رح أعطيكم مثال آخر. غيرت الحيوان الموجود هون، هل فيني خلي نفس الإشارة يلي أنا حطيتها هونيك؟ هل الحيوان يلي هون مماثل للحيوان يلي هلأ حطيته في الخانة؟ كلا. إذن لازم شيلها، ما رح خليها هون. وهلأ بدي أشوف وين لازم حط الإشارة. كمان أنتوا رح تساعدوني. أول خانة هل فيها حيوان مماثل؟ لا، دجاجة، بقرة. كلا ما بحط هون إشارة. تاني وحدة دجاجة، دجاجة. مظبوط هيدي هي، لكن أنا لازم حط الإشارة هنا لأنه هذا هو الحيوان المماثل. طيب اللي بعدها أرنب، دجاجة، أرنب، فيني حط شي إشارة؟ كلا ما فيني حط إشارة. لازم دايما راقب واتطلع وانتبه على الشكل واللون تشوف إذا هيدا هو نفس الشيء اللي هون أو هون أو هونيك. وبعدين لما أشوف إنه هيدا نفس اللون ونفس الشكل بقدر حط هيدا الإشارة يلي خبرتكن عنها. وآخر مثال رح أعطيكن إياه، انتبهوا منيح. فيني خلي هيدا الإشارة هون عند الدجاجة؟ كلا، لأنه هون عندي بقرة. إذن رح نشيل هيدا، ما رح نخليها بقى، بدنا نحط إشارة صحيحة في الخانة المناسبة. أول وحدة انتبهوا، بعد في عنا أول وحدة وثالث وحدة. أي وحدة لازم نحط فيها الإشارة؟ هون عند الأرنب؟ كلا، لأنه هون في أرنب، هون في بقرة. أول وحدة عند البقرة؟ نعم صحيح. إذن أضع الإشارة هنا لأنه هاي هي الخانة الصحيحة يلي لازم نحط فيها الإشارة. فإذن لازم دايما ننتبه على الأشياء المماثلة أو المطابقة، متطابقة إذا بدكم تشبه بعضها كتير، هي ذاتها فينا نحط إشارة أنه هاي تشبه هيدي. فينا نستخدم هيدا الجدول وكمان نزيد عليه أغراض تانية ونشوف أي هي الأغراض المماثلة وأي هي الأغراض المختلفة. ارسموا عندكم الجدول وارسموا عندكم الحيوانات وطبقوها وانتبهوا، راقبوا جيدا أي حيوان مطابق وحطوا تحته العلامة يلي حطيناها. وهلأ بدي إياكم ضلكم منتبهين لأنه رح يكون في عنا فقرات أخرى بعد شوي. نتابع أصدقائي حصتنا لليوم. رح نعمل كمان مرة تمرين، بهذا التمرين رح نستخدم جدول، لكن هالمرة بالعكس، أنتو بدكن تحذروا شو لازم حط بهيدي الخانة بناءً على أنا
وين حطيت العلامة؟ بدكن تشوفوا وين حطيت العلامة وتختاروا الحيوان يلي رح حطه هلأ فوق. شوفوا عندي أربع حيوانات مائية، هيدا حصان البحر، أخطبوط، سمكة، سلحفات، وأنا رح حط علامة هنا. فكروا معي وساعدوني، شو لازم حط بهيدي الخانة؟ أي حيوان؟ لازم الحيوان اللي بهيدي الخانة يكون متناسب مع الحيوان يلي أنا حطيت حده العلامة. إذن ما هو الحيوان الذي يجب أن أضعه في هذه الخانة؟ فكروا كتير منيح. سلحفات؟ لازم حط سلحفات؟ لا، ليش؟ لأنه هون ما في العلامة، يعني هيدا الحيوان ما لازم يكون مثل السلحفات. سمكة؟ لازم حط سمكة هون؟ كلا. ليش؟ لأنه ما في علامة بالخانة يلي تحت السمكة، ولازم الحيوان اللي هون يكون مثل الحيوان يلي تحته في علامة. نتابع. أخطبوط، لازم حط أخطبوط هون؟ نعم أو لا؟ نعم أكيد. ليش؟ لأنه أنا حطيت العلامة مباشرة تحت الأخطبوط. إذن الأخطبوط والحيوان يلي لازم يكون بهذه الخانة لازم يكونوا نفس الشيء، يعني أنا لازم حط أخطبوط. لازم حط شي حصان البحر هنيك؟ كلا، لأنه ما في العلامة. إذن الحيوان هو الأخطبوط لأنه حطيت العلامة هون. خلينا هلأ نفكر بمثال آخر. رح أرسم هون زهرة بنفسجية. وهون رح أرسم زهرة حمراء. وهون رح أرسم زهرة خضراء. وهونيك رح أرسم زهرة زرقاء. ورح شيل هيدي، رح محيها، وهون رح ارسم، شوفوا شو رح ارسم، رح ارسم زهرة بيضاء. ليش؟ لأنه انتو بدكن تقولوا لي شو لازم لونها. اتفقنا؟ هلا رح حط أنا علامة تحت زهرة، وانتو بدكن تحذروا شو لازم لون هيدي الزهرة. جاهزين؟ يلا. خلينا نقول بدي احط العلامة هون. شو لازم لون هيدي الزهرة؟ الزهرة لازم لونها يكون مطابق للزهرة يلي أنا حطيت عليها العلامة. إذا ما هو اللون يلي لازم لون فيها الزهرة؟ هل هو بنفسجي؟ purple؟ كلا، لأنه هون ما في علامة. هل هو الأحمر؟ في شي علامة هنا؟ كلا، إذن مش الأحمر. هل هو الأخضر؟ لازم لونها باللون الأخضر؟ كلا، لأنه ما في علامة هون. هل هو اللون الأزرق؟
لازم لونها أزرق. في علامة هون، نعم، إذا لازم لونها باللون الأزرق تتصير مطابقة لهذه الزهرة. خلينا نلونها أنا وياكم. شوفوا هلأ هل هي مطابقة للخانة يلي فيها العلامة لنفس الزهرة؟ نعم، إذن لازم دايماً اطلع وشوف يلي هي أقرب وانتبه منيح إذا هي مطابقة، ساعتها بقدر حط العلامة، أو العكس مثل ما عملنا هلأ، مطرح ما في علامة لازم شوف كيف لازم الوردة هون تكون مطابقة، وساعتها بعمل هيدي الوردة هيك. إذن انتبهوا وركزوا كتير منيح. وهلأ شفنا قبل شوي حيوانات البحر، وهلأ شفنا الأزهار من ألوان عديدة، شفنا صنف حيوانات البحر وهلأ شفنا صنف الأزهار من عدة ألوان، لأنه تعلمنا أنه في كتير أصناف من حولنا. تتذكر الأغنية اللي بتقول هناك أصناف أصناف عدة نجدها حولنا؟ جنس البشري، جنس الحيوان، أشياء لا حياة لها. شو رأيكم نغنيها سوا؟ جربوا قولوا معي. بتقول هيك: هناك أصناف أصناف عدة نجدها حولنا، جنس البشري، جنس الحيوان، أشياء لا حياة لها. وهلأ منسمعها مع الموسيقى ومن بعدها منتابع حصتنا. هناك أصناف أصناف عدة نجدها حولنا، جنس البشري، جنس الحيوان، أشياء لا حياة لها. هناك أصناف أصناف عدة نجدها حولنا، جنس البشري، جنس الحيوان، أشياء لا حياة لها. بدنا نحط إشارة على الخانة المناسبة. وين لازم حط الإشارة بهيدا الجدول؟ هون؟ هون؟ أو هون؟ هون، مزبوط. بدنا نحط إشارة على الخانة المناسبة. وين لازم حط الإشارة بهيدا الجدول؟ هون؟ هون؟ أو هون؟ هون، مزبوط. وهلأ وصلنا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. بهيدي الفقرة رح علمكن شي مهم. جبت معي كباية مي، كوب من الماء، جبتها حتى فرجيكن قديش المي نظيفة. بتعرفوا ليه؟ لأنه نحنا لازم كتير كل يوم نشرب مي نظيفة. ليش؟ لأنه المي بتخلي جسمنا يكون نشيط، وكمان بتحافظ عليه وبتحميه من كتير أشياء ممكن تضره وتأذيه. مرات بنحس حالنا كسلانين مثلا هيك، مش قادرين نتحرك، بيكون لأنه نحنا مش عم نشرب كتير مي. بتعرفوا مرات هيك راسنا بيجعنا، يمكن لأنه مش عم نشرب كتير مي، أو حتى كلاوينا بيجعونا لأنه مش عم نشرب كتير مي. مشان هيك يا أصدقائي بدي شجعكم تشربوا مي نظيفة، وكل يوم تشربوا كتير مي قد ما فيكن، لأنه المي بتغسل جسمنا وبتنظف جسمنا. أكيد مثل ما بنعرف جسمنا فيه نسبة كتير كبيرة من المي، مكون من نسبة كتير كبيرة من المي. تعرفوا إنه المي منشوفها بثلاث أشكال؟ ممكن نشوفها على شكل غاز، يعني مثل مثلاً لما تتبخر المي وبعدين تصير غيوم بالجو، وممكن كمان نشوفها على شكل سائل يلي هي هلأ هيك بالكباية منشربها، وممكن نشوفها على شكل شيء يعني عندها شكل هي لما نحطها في الثلاجة. فإذاً المي ممكن يتغير شكلها، بنشوفها بعدة أشكال، ممكن تكون شيء مثل المكعبات الثلج اللي نحنا منشيلهم من الثلاجة لنحطهم مع
أي شيء عصير تنشربه، أو يلي بيتكونوا بيطلعوا على السما ليصير في غيوم، أو يلي هي منحطها بالقنينة أو بالكباية حتى نشربها. إذا تذكروا إنه المي كتير كتير مفيدة. تعرفوا مرات يمكن نروح رحلة ونحن وبالسيارة نعطش وما يكون في عنا كباية مي. أنا رح أعلمكم هلأ كيف تعملوا كباية من الورق، بس هيدي الكباية فينا نحط فيها، ما نطول كتير، فينا نحط فيها مي شوي نشربهم، بس ما فينا نخليهم لأنه بعدين بيقعوا منا. أوكي، يعني فيني هلأ أشرب. بعدين أكيد بكبة بسلة المهملات مش على الأرض. رح أعلمكم كيف تعملوا كوب مثل هيدا. إذا كنتوا شي مرة برحلة وما معكم كباية ومعكم ورقة فيكن تستخدموها. أكيد مش لازم تكون الورقة ملونة، فيكن تعملوها من ورقة، أي ورقة عندكم إياها، بس أنا اخترت هلأ ورقة ملونة حتى تكون حلوة. إذن يلي رح تعملوه، رح نعمل هيدي الورقة يلي هي على شكل مستطيل، لازم نعملها على شكل مربع. كلنا بنعرف إنه المربع عنده جوانب، أربع جوانب بس كلها متساوية، يعني هيدا الجانب مساوي لازم يكون لهيدا الجانب. كرمال هيك رح جيب هيدا الجانب حطه هون تأعرف قديش القياس اللي لازم أخد عليه. شفتوا كيف عملت؟ تيصيروا كلهم قد بعض. رح أطويها، هلأ بتشوفوا كيف صارت، تصير بهيدا الشكل، يعني بس افتحها بتصير بهيدا الشكل. اتفقنا؟ هلأ هون في عنا جزء لازم نقصه حتى تصير مربع. اوكي، الجزء يعني بنلحق الخط تبع الورقه وبنقصه بصير عنا مربع. اكيد اطلبوا من حدا كبير يساعدكم لانه المقص ممكن انه ياذي لنا ايدنا. شوفوا كيف عم قص على الخط. وهلا بس افتحها رح تشوفوا انه صار عنا مربع. رح ارجع اسكرها. بدي اياكم تركزوا منيح للخطوات اللي رح اعملها ليصير عنا هيدي الكبايه. شوفوا هيدي الزاويه يلي هون صار عندي مثلث، في عندها هون زاويه، هيدي الزاويه لازم جيبها بهيدا الشكل لهون واطويها. اتفقنا؟ اذا هيدي الزاويه جبتها وطلعتها لفوق. اتفقنا؟ رح أعمل نفس الشيء بالزاوية الأخرى بس على الجانب الآخر. رح جيب نفس الشيء هيدي الزاوية وطلعها لفوق هيك وأطويها. انتبهنا كيف؟ جبت الزاوية وطلعتها لفوق ورح أطويها. أطويها كتير منيح. هلأ رح فرجيكم كيف صارت من الجهتين، من هذه الجهة ومن هذه الجهة. هون شوفوا شو صار عندي، صار عندي ورقتين فوق بعض، رح أطويهم، وحدة لهيدي الجهة هيك، وحدة للجهة الأخرى. تقريباً رح يصير عندي هلأ الكوب، بس حتى ما يفتح شو رأيكم هيدي فوتها على هاي الجيبة بهذا الشكل، دخلتها. ونفس الشيء هون شوفوا في عندي مثل جيبة هاي، رح دخل فيها هيدي الورقة، بعدين بطويها جيدا بصير عندي الكوب يلي أنا استخدمته وشربت فيه. شفتوا صار عندي الكوب. عملوه جربوه، فيكن أنتوا إذا كانت الورقة بيضة تزينوه تكتبوا عليه اسمكم مثلا أو أي شيء، وفيكن بعدين تستخدموه لما تروحوا بشي رحلة وما يكون عندكم كوب من الماء أو كوب لحتى تحطوا فيه ماء. بس خليني أقولكم شيء، إنه هيدا الفن فن لما نطوي الورق منسميه بالياباني أوريغامي، رح خبركن عنه أكثر. هو فن طوي الورق من دون ما نستخدم تلزيق ولا شيء، منسميه أوريغامي. إذا لليوم رح وقف هون، وأكيد بدي إياكم تنطروني بالحصص اللي جاي لأنه رح أعلمكم أشياء جديدة كمان.
وهلأ رح أترككم مع الأغنية، من بعدها بتكون انتهت حصتنا لليوم. بودعكم وبقلكم باي. ما تهيئ ما تهيئ، واحد اتنين تلاتة، حيطان بوجهي، أربعة خمسة ستة، ضيعت طريقي، سبعة ثمانية تسعة، طريق مسدودة، أما رقم عشرة فقدامي عجقة، وآخر رقم هو لهدفي وصلني. ما تهيئ ما تهيئ، واحد اتنين تلاتة، حيطان بوجهي، أربعة خمسة ستة، ضيعت طريقي، سبعة تمانية تسعة، طريق